تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقرن من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مسلحة مختصة في تهريب المؤثرات العقلية. هذه العملية النوعية مكنت من حجز قطعتي سلاح وحجز 12,000 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام، مع حجز مركبة نفعية وتوقيف شخصين ولا يزال المشتبه فيه الثالث في حالة فرار. هذه العملية كانت بناء على استغلال معلومات تفيد بتمرير شحنة من الأقراص المهلوسة باستعمال مركبة. على إثرها تم وضع خطة محكمة مكنت من رصد تحركات المشتبه فيهم وتوقيفهم. بعد التعمق في التحقيق وتفعيل العنصر الاستعلاماتي تم تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه الثالث، وبعد تفتيش مسكنه تم حجز قطعتي سلاح بدون رخصة. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.